بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي مدهوب عزيز، انا المدير ديال مدرسه المنبع الخصوصيه التابعه لشركه المياه المعدنيه والماس. اسست هذه المؤسسه في 2 جوج بامر من المديره العامه ديالنا المتصرفه مريم بن صالح شقرون، على اساس تكون محطه لتعليم ابناء العاملين بالمعمل ثم المتواجدين في الحدود ديال المؤسسه، يعني القاطنين بترميلات وما جاورها. وكان الاهداف المرسومه لهذه المؤسسه هو تعليم هاد الابناء العاملين تعليما جيدا لهم مردوديه جيده، ثم محاربه الهدر المدرسي خاصه في صفوف الفتيات المتمدرسات. وبطبيعة الحال بدأنا دينا كنشتغلوا، ولتسهيل مأموريات التعليم والتعلم داخل المؤسسة ارتأت إدارة المؤسسة أننا نتكلفوا بجميع مصاريف المتعلمين، يعني أنشأنا مؤسسة تعليمية مجانية، يعني شبه عمومية. كتكلف الإدارة ديالنا بجميع اللوازم المدرسية بما فيها المحافظ، الكتب المدرسية، لي ليفر دو فرونسي، والأدوات المدرسية برمتها. الأطر التي تشتغل في هذه المؤسسة هي أطر من والماس، أغلبها من والماس، يعني في المجموع عندنا 13 أستاذ، 9 منهم قاطنين ولاد المنطقة، يعني وربعة اللي خارج المنطقة. الحمد لله الأمور تسير بخير، وخططنا لمجموعة من الأنشطة الداعمة للتعلمات لتكميل ولتهيئة هاد المتعلمين أحسن تهيئة مستقبلا، يعني بما فيها الأنشطة والرحلات. كان مره كنخرجوهم من هذا المحيط ديال الترميلات الى المدن، خاصه العاصمه الاقتصاديه مدينه الدار البيضاء، اللي باش يشوفوا اشنو كاين في مدينه الدار البيضاء باعتبارها عاصمه اقتصاديه فيها رواج تجاره، مباني عاليه، عمران كذا. وزرنا مجموعه من المناطق اللي كنفتخروا بها. الامر الثاني هو هذا النقل المدرسي. كانوا في الاول كانوا التلامذ كيتنقلوا على في سيارات ديال الاجره اللي متواجدين هنا بالمنطقه. فكرنا باش نسهلوا العمليه حتى ديال النقل المدرسي، فكرت الاداره وجبنا هاد 2 كيران ديال النقل المدرسي باش الوليدات يوليو يسهل عليهم الوصول في الوقت ويمشيوا يتغداو في الوقت وما يتعبوش. و المستويات اللي عندنا، عندنا 2 ديال الاقسام ديال التعليم الاولي، وعندنا 6 الاقسام ديال التعليم الابتدائي، ومن بعد كيلتحقوا بالاعداديه في والماس، مدينه والماس. بالنسبه لهم النقل هذو اللي بالنسبه لما كيمشيو كيلتحقوا بالاعداديه في والماس، بطبيعه الحال كنبقاو موفرين لهم وسيله النقل اللي كديهم وكتجيبهم 4 مرات في اليوم. وحتى اللي يحتاج شي حاجه من المدرسه كنعطيها ليه، لان احنا متواجدين هنا غير لمساعده ابناء العمال، وحتى حتى المتواجدين التلامذه اللي متواجدين في منطقه اخرى الا طلبوا منا شي حاجه راه كنعطيها لهم. كيصيفطوا مجانا من هذه القضيه ديال التعليم؟ بطبيعه الحال لا 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 لا. كنا فتحنا واحد الباب لولوج المؤسسه، اي اب بغى ولده يلتحق هنا كيكتب طلب، وهذاك الطلب ديالو كيتدرس. مجموعه هنا ديال التلامذ اللي دخلوا بهذه العمليه كنقبلوه، الا توفرت فيه واحد الشروط كنقبلوه يدخل يقرا معنا ومع ابناء العمال ديالنا بدون تمييز، بدون ميز عنصري، كيدرسوا معنا. وعندنا تلامذ اللي جاوا من برا وجابوا حصلوا على معدلات جيده جدا، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا ولما فيه الخير. شحال تقريبا التلميذ كاين؟ عندنا تقريبا 180 تلميذ الان.
ومؤخرا زدنا شويه ديال الجهيزات والمعدات، ممكن في السنه المقبله ان شاء الله نقدروا نطلعوا على 200 تلميذ. رئيس الزياني يوسف، رئيس تعاونيه الاصلاح، الدور ديالها التعاونيه هذه كما قلت لك، حنا بدينا بتسعود ديال الناس معتيني مده واحد عامين ونص، كنجمعوا ديك البركه، حتى جمعنا شي 3 مليون ونص، طلبنا لهم الباليط جديد. كتخدموا مع شركات؟ كنخدموا مع شركات سيدي علي والمس، اي كنصوبوا لهذا الخشم. حنا دابا كنتواجدوا في اقليم خميسات، دائره والمس، قريه ترميلات، حنا خدامين شاد الخدمه ديالنا شاده على جنب السور سيدي علي والمس، وبدينا بتسعود ديال الناس كما قلنا قبيله. شويه ولينا مثلا زدنا 10 ديال الناس، زدنا عاوتاني كنزيدوا ب 10 توصل دابا كاينه 72 خدام. كبرنا المشروع، وفي الاولى هما اللي عطاونا الدوزه نضص، هما اللي صوبوا لنا عطاونا كسوها الصباط، زعما راه خيرهم ما يرضوا على الله سبحانه وتعالى. استفدنا ماليا واستفدوا معنا الناس، والناس ديال المنطقه ديال القبيله هما اللي خدامين معنا، ما كاينش شي واحد براني. ها الميكرو وسولهم، ها لي كارت، كاينه دابا 72 خدام اللي كتخدم معنا ما بين الجرده وداك الشيء ديال البيئه. كنجمعوا جناب ديال لوزيل الميكا اللي كتكون طايره هنا، كرتون، اي حاجه كنحيدوها اللي هي كتمشي تعاود طحن اللي كتمشي للزباله كاع التسع تبعات كتمشي، والحمد لله الامور غاده مزيان. وانتم استفدتوا من هذه التعاونيه؟ استفدنا من هذه التعاونيه هذه ديال لوزين، شركه سيدي علي والماء، الشركه ديال لاله مريم، تهلاو فينا مزيان، ما خاصنا معهم تا خير لا حنا ولا الخدامه ديالنا. حنا راه بدينا بزيرو دابا، اللهم لك الحمد، راه عندنا راس المال، كنحمد الله ونشكره. هما اللي شراو لكم باش تخدموا؟ اييه هما اللي شراو لنا باش نخدموا، هما اللي عطاونا في الاولى الدوزان، عطاونا المطارق، عطاونا المناشر باش كنقطعوا، عطينا دابا حاليا الضو، دايرين اربعه ديال الماكن الرا ديالها هي، وحده راه ليه، وجوج ماكن كبار، كنجيبوا القرطه كنخرجوا من نهار بلانش. ها هو راه البلانش كنخرجوا هو باش كنشرحوا هنا ونصايبوا كل شيء هنا. ملي لقينا عاوتاني الخدمه كثرت شرينا البيستولوات، كيما قلت لك البيستولي كيسر بك ملي كتحطو 5 دقائق كتضرب الباليطه بحال شكل فردي. ايوا الامور غاديه مزيان اللهم لك الحمد. شكرا. ايوا وكنقولوا الهضره هذه ديال هذا الماء ديال سيدي علي، واخا حنا بعيد عنا المشكل، الماء طبيعي كان عارف. انا دابا زايد في 57، عندي 61 سنه، كانت خدامه حياه هي الاولى سيدي علي في الاول ما كانش. نهار جاوا المهندسين لقاو ديك العين من 75 لهنا تحسنت القضيه، تزادوا عاوتاني العمال بزاف 100%. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.